قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة بعنوان نتائج الثانوية العامة في المدارس المسيحية. وقد استضاف البرنامج في الاستوديو لأب وسام منصور مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية، فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع الأب جهاد عماري مدير عام مدارس الروم الكاثوليك، والدكتور جلال فخوري باحث ومفكر فلسفة الفكر السياسي المعاصر. فإلى هناك. أبونا تخبرنا، يعني أنت كمدير عام مدارس، كيف كانت خبرتكم في التعليم عن بعد؟ شوفي، الحمد لله نحن بنعمة وبركة ربنا، يعني كان في عنا نوع من التحضير المسبق. نعم. يعني من حوالي 3 سنين كان في عنا اشتراك على منصة ومنظومة خاصة اللي هيأتنا أنه لما دخلت الجائحة أنه نكون نوعا ما مستعدين. نعم. هلا التحول للتعليم عن بعد مش سهل، لانه مش فقط بده امكانيات وانما بدك تدربي الكوادر على هذا المفهوم. نعم. يعني لربما توفري الامكانيات ولكن تدريب الاشخاص وخاصه اللي تجاوز عمر معين مرات ما بتكون في عنده سلاسه التعامل مع الشيء الجديد، فكان التدريب مستمر وكان دائما على قدم وساق حتى نقدر نحضر أجهزتنا وكوادرنا ليكونوا على مستوى التحدي اللي نحن عم نتعرض له. نعم. هلأ للأسف بمجتمعنا التوجيه أوريدي تحدي قبل كورونا. نعم. يعني اللي لما في بالبيت طالب توجيهي بيكركب كل البيت. نعم صحيح. والطلاب والأهل بيستخدموا كل الوسائل الممكنة في سبيل نجاح أبنائهم. يعني ممكن تسمع انه بيعتمد على المدرسين الخصوصي، بيعمل كتير اشياء اللي ياخذ كل الامكانيات في سبيل حقق اعلى العلامات، لانه مرحله التوجيه في مجتمعنا للاسف لهلا هي مرحله مفصليه بطريقه مش كتير تربويه. نعم. فعشان هيك دائما بتعاملنا مع الطلاب وتحضيرنا لهم بنكون نعتمد على التكاملية في التربية التعليمية، في التربية والتعليم، انه من هو صغير انت عم تطلعي وبتبدعي في البناء. فلما اجينا على الجائحة واجينا على التعليم اونلاين نوعا ما الكل كان نوعا ما مستعد، وصار بس بدنا هالحركة او الانتقال للتكنيك الالكتروني. نعم. والطريقة الامثل لتوصيل المعلومة وتوصيل التعليم لطلابنا. نعم. وبالنهاية وصلتوا انه كل الطلاب ابونا يكونوا عن التعليم عن بعد، لانه نحن في بداية التعلم عن بعد كمان عملنا لقاء معك قلت انه في تحدي كتير كبير لعدم، يعني الاهل عدم الوعي انه صاروا مثل يتدخلوا بتدريس اولادهم، يتدخلوا بالاجوبة حتى ويساعدوهم بالاجوبة ويقدموا عنهم كون انه بعيد عن الرقابة المباشرة. يعني 100%. هلا تحديات التعليم اونلاين كانت كتير. نعم. يعني من توفير إمكانيات إن كان في المدرسة إن كان عند الأهل. نعم. يعني تعرفي طلابنا مش من العائلات المقتدرة جدا، يعني نعم. ما بيقدروا يوفروا جهاز لكل طالب. نعم. لا جهاز تليفون صح. أو كان هذا التحدي الكبير قدامكم انتوا، اشتراكات الإنترنت كل هالأمور. يعني حاولنا والفعل مدراءنا ومعلميننا صراحة. نعم. بذلوا جهد لا يوصف في انهم يوصلوا لكل طالب، كل طالب. نعم. ويحاولوا انه يوصلوا المعلومة الصح. هلا نحن للأسف بحكم انه مندور على العلامة، يعني الأهل. نعم. همهم انه العلامة، فوصلوا أبنائهم لمرحلة جدا سيئة انه صار يعلم ابنه على الغش. صار يعلم. نعم. ابنه على السرقة، لانه انا لما باخذ العلامة بطريقة غير شرعية هاي سرقة. نعم. فأنا لما بجيب أستاذ خصوصي لحل الامتحان لابني، أو أنا بساعده في حل الامتحان، أو بعلمه كيف يفتح مواقع ويرد على الأسئلة. نعم. كل هاي الأساليب كسرت التربية. هلا. نعم. ربما حصلنا علامة، يعني. نعم. بالنسبة لنا علامة عالية كانت مرتفعة، بالضبط. ولكن بالمحصلة اللي حصلناها خسرنا التربية وخسرنا المصداقية في حياة ابننا، وهذا الاشي اللي لازم نحن كنا ننتبه له اكثر. ماذا اعددتم لبناء العقل البشري مثل بناء المعرفي والعلم
عند الطلاب. يعني بمعنى ثاني ان الطلاب مش بس ارقام، مش بس ارقام ومعرفه، كمان بناء العقل. انا بهمني انه كيف نبني عقل طالب ممتاز يكون مبدع مستقبلا. نعم. هلا ابونا وسام سمع السؤال وراح يجاوب عليه دكتور، تفضل ابونا. انا ذكرت بكلامي انه نعم. بتعامل مع الطالب كانسان. نعم. انا ما بتعامل مع عقله، يعني مش بتعامل مع عقل طالب بدي احشي معلومات. نعم. وانما من خلال البيئه التربويه اللي بنحضرها، من خلال تدريب المعلمين. نعم. تدريب المدراء. نعم. نحن بنهيئ الاجواء لتطوير وتربيه الطالب بكل أبعاده العقلية التربوية الإنسانية وأيضا الروحية، يعني ضمن خطة أبونا أنتم بتحطوها وتعطوها للمعلمين 100%. يعني نعم. في عنا خدمة ورؤية ورسالة واضحة اللي من خلالها نحن عم نربي هذا الإنسان تربية سليمة، تربية وطنية، تربية مسيحية، منوصله المعلومة بطريقتها الصح حتى زي ما قلت لك نحفز الشغف الداخلي تبعه حتى يوجه كل طاقاته في سبيل أنه يحصل على هذا الإنسان المميز والرائع اللي ربنا أراد أنه يرسمه فيه. نعم. ممكن دكتور جلال كمان عم بيطرح أنه هل هناك كمان أنتم مناهج أو أساليب داعمة للمنهاج التربوي أنتم دائما حريصين على توفرها للطلاب، مش بس المنهاج كمنهاج مجرد يعني. هلا كمناهج للأسف ما في. نعم. وتدخيل مناهج جديدة مش كتير سهل. نعم. ولكن البيئة والنشاطات والنشاطات اللامنهجية ولا صفية اللي أنتم بتتميزوا فيها. نعم. أوكي. هذا الإشي من خلاله بنحاول نبني شخصية الطالب، حياته، مستقبله، أسلوبه، الكاركتر تبعه بشكل كتير واضح. السنة يعني إحنا عارفين كانت ظروف صعبة كتير على الكل. نعم. الطلبة واجهوا تحديات ما بعمرهم واجهوها، سواء كان على صعيد انهم يتواصلوا مع المعلمين، مع الأساتذة، مع المدرسة، يوصلوا للمنهاج، يقدر يصير فيها التفاعل اللي بيقدر يعني يعزز من معرفتهم ومهارتهم. فكانت الصعوبات والتحديات على مستوى المدارس كبيرة، التحديات كمان في البيئة المنزلية كبيرة كتير، الأهالي عانوا، أهالي فقدوا أعمالهم، أهالي فقدوا أحباء لهم، فالطلبة والمتعلمين كانوا عرضة لكل هاي الظروف والتحديات الصعبة اللي ما كانوا مهيئين إنهم يواجهوها. أنا بعتبر إنهم وصلوا لهاي المرحلة هو نجاح وإنجاز. بالنسبة لإلنا إذا بدنا إحنا نتطلع لقدام، موضوع نجاح الطالب وعلاقته فقط إنجازه بعلامته هو ليس النجاح. النجاح هو إنه تحدى كل هاي الظروف الصعبة ووصل لآخر السنة، هذا لحاله إنجاز ونجاح. النتائج كانت إيجابية، وضمن actually ضمن المتوقع وضمن الاعتيادي بالظروف الطبيعية. فبالنسبة لنا هذا هو الإنجاز الكبير ونجاح الطلبة إنهم وصلوا لهاي المرحلة. نتمنى بالنسبة للنتائج لأولادنا أولاً إنهم يتابعوا مسيرتهم اللي بدأوها، واللي نأمل إن شاء الله إنه كانت ضمن رغباتهم هذه النتائج والمعدلات، وأيضا الطلاب اللي ما حالفهم الحظ إنه إعادة المحاولة. الفشل هو عدم الاستمرار في متابعة النجاح. أكيد دكتورة، في بالنسبة للسؤال اللي أنت وجهتي، إحنا الحمد لله كانت نتائجنا للمرحلة حقيقة للفرعين الأدبي والعلمي، احنا عنا مدارس الثلاثة اللي تابعة لإدارتي للروم الكاثوليك، اكيد في عنا مدارس اخرى اللي هي رهبات الناصرة، رهبات الزرقاء المخلصيات، ورهبات شويريات اربد، اكيد هم بتحدثوا عن انفسهم. بالنسبة لان عنا احنا مدرسة الحصن، الحمد لله كان عنا نسبة النجاح 93%.
الأول جاب 94%، ما شاء الله. وهذا على الفرع العلمي. والفرع الأدبي كانت نسبة النجاح بالحصن 82% والأول 85.6. وبالنسبة لمدرسة الزرقاء عندي الفرع العلمي عندنا نسبة النجاح كانت تقريبا 80% والأول معدله قرابة 96. عندنا أيضا مدرسة الهاشمي وهي فيها فرعين، العلمي كان نسبته 94 النجاح والأول حصل 95% العلامة الأولى. وبالنسبة للفرع الأدبي أيضا كانت نسبة النجاح 88 في مدرسة الهاشمي والأول تقريبا 87.5. هذه بالنسبة للنتائج بالمجموع هي نتائج مرضية، سيما أنه هي علامات شبه كاملة بالنسبة إلي النجاح صحيح. أكيد كنا بنطمح مدارسنا المسيحية وأكيد كل المدارس أنه يحصوا من العشرة الأوائل، لكن حقيقة النجاح أيضا لما بيكون عندنا نسبة نجاح أولادنا الطلاب هي مرتفعة، ومثل ما سمعتي وخبرتكم دكتورة النسب عالية، يعني 94 و95، يعني هذه النسب المئوية بالتسعينات هي مؤشر حقيقة يدل على نجاح المدرسة، الإدارة، المعلمين أيضا والطلبة.